دكتور سمير، معرفش انا يعني عندي رأي ممكن ناس تستغربه، لكن هي فكرة انت عايز تبيع ب 10 دولار كويس، او انا عايز ابيع لك ب 10 دولار وانت ماسك في كام؟ انا في 15 دولار انت ماسك في 15 كويس. طب ما انا استفيد وادي لك ميزة واعمل لك خصم وده افضل لي، فاهم حاجة؟ انا فاهم حضرتك. حضرتك تقصدي اشرح للمواطن، تقصدي المشكله بتاعت فرق سعر الصرف. دي احد معوقات برنامج الطروحات اللي الدوله اعلنت عنه. بالظبط، ان انا النهارده كدوله لما بطرح الانتظار خسر ولا ما خسرش؟ خسر خسر خسر، او على الاقل ما جابش يعني. وفكره حضرتك رائعه في حاجه، ما مشاش العجله، لا تصطدم مع السياسه النقديه وسعر الصرف المعلن من البنك المركزي. انا بتعامل هنا على ميزه مفاوضات بيع وشراء. بالظبط، فانا بقول بقيم الشركه دي. المشكله بتيجي منين؟ بمليار جنيه، فبترجمهم بالدولار عشان المستثمر الاجنبي هيدفع لي بالدولار. بترجمهم على 30، فالدولار يبقى كتير. بترجمهم على سعر البنك، سعر البنك المركزي الرسمي، فبيدوك شويه صغيرين، يدوني دولار اكتر. الدولار اكتر، عفوا. يجي المستثمر يقول لي لا انا سامع ان عندك في السوق الموازي 38، لو حولت لي على 38 هيقل الدولار شويه، وهنفذ دلوقتي، وهنفذ فرضا. ده احد مشكلات الطروحات. اديله حافز، ممكن يكون في حوافز وكانه نسبه من الخصم، ولكن انا عايز اخد حضرتك لموضوع اكتر اهميه. مصر اقتصادنا والوضع اللي احنا فيه، مش عندي الازمه ان انا النهارده اسهل الطروحات. طب ولحد فين؟ يعني لو بعت كل سنه ب 10 مليار دولار وانا عندي عجز من 17 ل 25، تمام، بنقول افريج 20، تمام، هل انا كل سنه مستعد ان انا ابيع شركات واتخرج منها واخد الفلوس اسدد بيها فايده وديون لا، ما هي مش هتمشي كده طول الوقت، مش هتمشي كده. بس انت في نفس الوقت انت داعم قوي للاقتصاد، القطاع الخاص، والاستثمار الاجنبي، انت والاستثمار المحلي. هو ده اللي عايزين نتكلم فيه. بالظبط، ده اللي عايزين، عشان المشاهد اللي شايفنا لا يعتقد ان مصر النهارده مشكلتنا كلها ابيع ايه عشان اسدد. انا مش كده، ومش هو ده الحل خالص. انا دوله كبيره جدا، عندي مستثمرين على الباب يا فندم. عندي ارقام ضخمه تدخل مصر مش ب 10 مليار وب 20 مليار، ب 60 مليار دولار وب 80 مليار دولار. معلش هسألك سؤال ممكن يزعلك يا دكتور سمير، دي معلومه ولا كلام بيتردد؟ لا يا فندم، ان انا عندي كتير ناس كتيره قوي واقفه على الباب. لا ده كلام بجد، كلام احنا في البيزنس. طب واقفين على الباب ليه يا جماعه؟ ما حد يفتح لهم، في ايه؟ ايه المشكله؟ اللي بيحصل النهارده هو ده فتح البيبان. اللي بيحصل النهارده من الدوله المصريه، وانا احيانا ببقى عندي تحفظ شويه ليه الاعلام، وليه حتى الاعلام الحكومي والاعلام الرسمي والمتحدثين في الوزارات ما بنقولش ده للمشاهد، وبنقول ده للعالم. قول وليه واقفين، ومين بيعوق الناس دي انها تدخل؟ حضرتك انا عندي منطقه اقتصاديه واعده جدا اسمها المنطقه الاقتصاديه في قناه السويس، تمام، دي لو اشتغلت كما هو مرسوم لها من جذب استثمارات اجنبيه ودخول رؤوس اموال اجنبيه، مش عايز قروض من حد، هيجي يعمل مصنعه ويعمل شركته وينتج ويشغل عماله ويدفع مصاريفه ويصدر للخارج. انا عشان ادخل دولار بسرعه الصادرات. تعالي بقى نقول مين اللي بيوقف. مين؟ انا عندي برنامج دعم صادرات كان ب 8 مليار جنيه. ايوه، الحكومه رفعته ل 30 مليار. أيوه. بالمناسبه انا كرجل في الصناعه، دي مش زياده. ما تمثلكش حاجه، مش زياده، لان هي مع فرق التضخم العالمي ومع فرق سعر الصرف كان الدولار طبيعي. لما كان ب 8 كان الدولار بكام، والنهارده بقى ب 30 الدولار بكام؟ مفهوم. فكده احنا مثبتين. لا انا محتاج ازود برنامج دعم الصادرات. واحد ده واحد. اثنين، تفعيله في الصرف. دولة رئيس الوزراء النهارده اعلن، ودي للمره الثانيه في خلال شهر، بيجيب سيره برنامج دعم وتحفيز الصادرات المصريه. وقال بكره هنبدا صرف 10 مليار. وزير الماليه موجود في المؤتمر. ايوه، انا محتاج ده بسرعه جدا، ويمكن الحكومه وعدت بيه النهارده. يكون اونلاين. انا شفت ده في دول العالم كتير، انا شفت الفاتوره مجرد ما بتخلص. تفرق ايه ان هو يبقى اونلاين؟ هصرف فوري. انا النهارده بعمل ورق. انا صدرت بضاعه للبر، بعمل الاوراق، اسلمها، تتراجع. يجي دعم الصادرات يراجعها، يرجع لي بعد كده يقول لي استيفا. استيفا يعني في ورقه ناقصه، في ختم ناقص، ختم القبطان بتاع المركب. ما ختمش البوليصه. ارجع تاني اختم، اسلم، وبعدين تقعد في الحكومه فتره للمراجعه، تنتقل من وزارة الصناعة والتجارة لوزارة المالية، تاخد وقتها الكاش فلو بتاع الشركة. لما الفلوس دي انا عاملها في حساباتي انها داخله لي اشتري بيها خامات محلية. بالمناسبة انا هنا بجيب دولار بجنيه. ليه؟ انا بدي الشركة المصنعة الدعم بالجنيه المصري، بالعملة بتاعتنا المتوفرة لدينا. هو بيصدر المنتج المصري ويجيب لي قصاده دولار فورا. طيب، هل
البرنامج ده محتاج نظره لانه يكون متوازن وعادل، محتاج، وده في الحوار الوطني بالمناسبه اللي انا بقوله ده، نناقش وتم مناقشته في كل. ما انا عشان كده مهتمه. بص يا فندم، انا عندي شركات بتحصل على دعم الصادرات وممكن الدولار بتاعها ما يدخليش مصر، يبقى اذا في خلل، في خلل، في مزايا مفقوده عند المستثمر الجاد ان ما بياخدش الدعم في ميعاده اللي هو محتاجه، وفي صناعات مظلومه ان منظور لها ان هي لا تستحق الدعم، مع ان ده متغيرات، ده داينامكس، ده اقتصاد. تمام. فانا ممكن اراجعها كل فتره. يبقى اذا المجلس الاعلى للاستثمار احنا ليه كنا متفائلين جدا بوجوده بال 22 قرار؟ لانه اشار للحاجات دي. ما كانت هذا السيستم انا الفاتوره بمجرد طيب ما البوليسه دي الميكانه يا دكتور سامي هتدخل لي الفلوس بسرعه. اتنين، انا النهارده الصادرات غير البتروليه السلعيه في مصر. الرقم متواضع جدا بالنسبه لمصر. صحيح. احنا تقريبا 28 مليار دولار. انا الرقم ده لو بقى 48 مليار دولار ثم 70 مليار دولار. تعمله ازاي؟ اعمله ازاي؟ حضرتك انا عندي ضعف قوي جدا في تسويق المنتج المصري دوليا وعالميا. يعني في دول ما تعرفش ان انا بنتج المنتج ده. بالظبط. في دول موجوده عندها شورتج في بعض المنتجات ومش واخده بالها ان مصر من الدول اللي بتنتجه. انا بسوقه فعلا وبصدره بس ممكن في اسواق ارخص. وكان دايما ليا كلمه مع اتحاد الصناعات لما نقول افريقيا وبوابه المستقبل. أي. والعبور. أي. والله افريقيا سوق واعد وسوق مهم. ولكن انا ممكن اصدر نفس السلعه لدوله في الخليج او في دوله في اوروبا بسعر اغلى ما صدرها في افريقيا واسرع. تمام. الاهم من ده ان انا عندي المصانع بقى اللي شغاله في البلد وضعها عامل ايه. انا عايز بكره دوله رئيس الوزراء يقعد كده يجيب كل الصناعه في مصر. تمام. مين متعسر، مين عنده مشاكل، مين عنده ازمه طاقه لسه، مين قافل بسبب مشكله مع الضرايب، نزاع ضريبي، فض منازعات الاستثمار، في كم قضيه في فض منازعات الاستثمار كتير عايز اخلصهم. ما ينفعش احنا بنقول جذب مستثمر اجنبي. القطاع الخاص يا فندم قادر انه يحرك العجله دي بسرعه جدا. الدوله عملت شغل والله يقدر يوصل بلدنا لمستوى من الرفاهيه والرخاء. ما حصلش ليه؟ ما انا بقول لحضرتك تفاصيل بسيطه جدا في الاداء الاداري لاصغر موظف في الدوله. راي حضرتك نضيف يعني عطفا على ما